التطبيق الفعلي هي السمة الرئيسية لكوب 27، وده اللي احنا كلنا بندور عليه في كل المجالات، لكن كمان ده مش في مصر بس، في العالم كله. لكن مهم جدا ان احنا نختار المجالات ونشوف ايهما الاقرب او ايهما الاكثر صداقة للبيئة، مين فيها اللي فعلا صديقة للبيئة، وهل هي الفكرة فعلا في ان احنا نطور الاليات دي والملفات دي، ولا ممكن كمان نوجد طرق للتكيف، ان احنا نوجد طريقة للتكيف، وفي وسط التكيف دي نقدر نلاقي الطريقة اللي احنا نحافظ بيها على البيئة، وبالتالي كمان نحافظ على البشر ونحافظ كمان على حقوق البشر بشكل عام. ده موجود في العالم كله دلوقتي، الدول كلها بتتكاتف عشان تعمل ده، لكن مصر كمان ليها تجربه خاصه من نوعها، ودايما مصر وخصوصا هي كوب 27 ليها سمه خاصه وهي التطبيق الفعلي، كمان لينا تجربه خاصه دلوقتي. هنعرف ايه هي التجربه الخاصه دي ونتعامل معاها ازاي ومدى قابليه تطبيقها بقى على ارض الواقع. معايا دلوقتي ضيفي الاستاذ دكتور عمرو الطويل، وهو عميد مدرسه هندسه التصميم الابداعي بالجامعة المصرية اليابانية. دكتور عمرو برحب بحضرتك، صباح الخير يا مصر. فندم، احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، كيفية التكيف مع الطاقات المختلفة للحفاظ على البيئة. قول لنا فندم، ايه هي التجربة المختلفة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها؟ شكرا على الاستضافة وتحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم. احنا عندنا تجربة رائدة في الجامعة المصرية اليابانية في إطار مشروع ممول من هيئة التعاون الدولية اليابانية. المشروع ده هو معني بقياس استهلاك الأجهزة المنزلية المختلفة من الكهرباء. حضرتك عارف احنا بنقدر نقيس استهلاك الكهرباء على منزل من عداد الكهرباء، لكن ما بنقدرش نعرف الاستهلاك في المنزل ده اكتر من التلاجة ولا الغسالة ولا التكييف ولا الميكروويف. فاللي احنا عملناه ان احنا صممنا وطورنا وصنعنا حساس ذكي. الحساس ده هو بيتم تركيبه بسهولة على اي جهاز في المنزل، وبيقوم الحساس ده هو بقياس استهلاك الكهرباء لهذا الجهاز 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 في يوم في السنة. طب ده يفيد في إيه؟ يفيد إن أنا من جهة الحكومة، من ناحية الجهة اللي بتنظم وبتضع السياسات والقوانين واللوائح والتعريفات وهكذا، إن أنا أقدر أعرف استهلاك، نمط الاستهلاك للشعب المصري من الفئات المختلفة في المناطق المختلفة في المدن المختلفة من الأجهزة المختلفة عامل إزاي؟ وبالتالي اقدر ان انا اعرف مثلا اهالينا في اسوان بيستهلكوا اكتر في الثلاجات كهرباء، بينما في القاهره علشان مستوى المعيشه قد يكون اعلى اكتر في اجهزه التكييف. في اسكندريه اجهزه التكييف مش بتستخدم كتير، فهتلاقي الاستهلاك اكتر في مثلا سخانات المياه والثلاجات وخلافه. فانا كمخطط لشبكه الكهرباء والاستهلاك الكهرباء اقدر اعرف احمالي اوديها فين واخصصها لمين، وامتى في انه وقت من اليوم اخصص حمل كهرباء اكتر لمنطقه عن منطقه تانية وهكذا حسب استهلاكها. طيب دكتور عمرو، يمكن دي عمليه تنظيميه جميله جدا، منها فعلا توفير استهلاك الطاقه، ولكن هل نقدر نطلق عليها عداله توزيع او مثلا حسب الاحتياج؟ وازاي دي ممكن نربطها بفكره التغيرات المناخيه؟ يعني ازاي نقدر نربط الملفين ببعض؟ تمام. مبدئيا هو الموضوع هو الحكمه في التوزيع مش عداله التوزيع، ان انا ادي كهرباء للمنطقه وللمستهلك اللي محتاج له. كمان حضرتك ما تنساش احنا يمكن تجربتنا كانت على القطاع السكني، احنا دلوقتي في اطار الاستعداد لتكرار نفس التجربه دي على القطاع الخدمي والتجاري والصناعي. وبالتالي احنا بنتكلم بقى على استهلاكات عاليه جدا للكهرباء في غلايات ومبردات ومعدات وحاجات كتير جدا. وده يعني سهل جدا بقى ان احنا نتخيل قد ايه ان انا اعرف الاستهلاك من المكونات المختلفه داخل مصنع عامل ازاي في الاوقات المختلفه، ممكن يكون مفيد ليا كجهه حكوميه او جهه مخططه. ده بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه، طيب انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا لو كلنا استهلكنا كهرباء في نفس الوقت هتحتاج الحكومه انها تبني محطات زياده عشان توفي اقصى رقم من الاستهلاك.
بينما لو احنا احسننا التخطيط واحسننا توزيع استهلاكنا للكهرباء فالرقم الاعلى ده هوت هيقل كتير، وبالتالي احتياجاتنا للمحطات هتقل، وبالتالي احتياجاتي لاستهلاك فحم او استهلاك بترول او استهلاك ديزل او استهلاك غاز طبيعي هيقل، وبالتالي هينعكس على يعني انبعاثات اقل واستهلاك اقل للطاقه في العموم. وهو ده فعلا الهدف يا فندم، فكره تقليل الانبعاثات الكربونيه، لكن كمان ده يا فندم اكيد ليه جانب مادي، يعني ما الذي يوفره؟ ايه هيوفر علينا ايه؟ لو احنا عملنا ده اكيد ليه تكلفه، هل يستحق هذه التجربه؟ هذه التجربه هل تستحق فعلا ان احنا نصرف عليها ده؟ وايه الفرق نعملها هنا ولا نستوردها؟ تمام، هو من ناحيه تكلفه التجربه احنا زي ما قلت لحضرتك احنا صممنا وصنعنا وطورنا الحساس الذكي دهوت. البروتوتايب النموذج المبدئي يتكلف حوالي 1000 جنيه القطعه، ما يناظره من الولايات المتحده قيمته 5000 جنيه. إذن هي توطين للصناعة كمان جزء من التعامل، كمان توطين للصناعة، مش بس توطين للصناعة، توطين للنوهاو، توطين للمعرفة. احنا بنملك التصميم وعندنا براءة اختراع بالتصميم ده، وده هو اللي له قيمة. هو القيمة العالية للسنسور اللي جاي من الولايات المتحدة مش في تكلفة تصنيعه، لكن في تكلفة تصميمه، مش تصنيعه، في تكلفة الريسيرش اند ديفلوبمنت او البحث والتطوير اللي اتعمل علشان يقدر يطلع بيه الحساس الذكي ده. وهي دي بالظبط يا فندم فكرة يعني التعاون جميع الملفات وطبعا جميع الافكار، وخصوصا كمان يعني استخدام طاقات شباب لتوطين النو هاو او المعرفة زي ما حضرتك كنت بتتكلم دكتور عمرو. تقول شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفية، وزي ما شفنا مع بعض هي دايما الفكرة مش فكرة بس التسهيل او فكرة بس التنفيذ مجرد يعني شعارات، لكن الأهم من كل ده هي الوصول للحلول الفعلية، والأهم كمان من إن احنا بعد ما نوصل لحل إن احنا نطبق بالفعل على أرض الواقع، وإزاي نقدر ندور على طرق للتكيف مع الطاقات واستخدام الطاقات الجديدة كمان وحسن تنظيمها، لأنه حسن تنظيمها وحسن ويعني اختيار الكميات الأنسب في التوقيت المناسب دايما ده هو الأفضل، وده جزء كمان من الخطة الكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية للتوية تقليل الانبعاثات الكربونية، وده جزء من الخطة المصرية والتكاتف الدول لتقليل الانبعاثات الكربونية قبل عام 2050.